إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج شمس الريسية. القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. أنا اسمي جواهر علي جمعة البريكية، عمري 7 سنوات، مدرسة القبص الخاص. جواهر تلميذة متفوقة في مدرستها، مشاركة هذا العام في مسابقة تحدي القراءة. تهوى القراءة وتتمنى أن تصبح طبيبة. مرحبا جواهر. مرحبتين. كيف حالك؟ بخير. أنت ما شاء الله تلميذة متفوقة، خبرونا عنك، ومشاركة في تحدي القراءة، صحيح؟ صح. كم كتاب قرأتي؟ 100 كتاب. ما شاء الله. إيش من الكتب اللي تتذكر من هذه الكتب اللي قرأتيهن؟ الفيل الصغير، عصفورة ذهبية، زينة وثوب البنفسجي، جميل، نحل كسولة. ممتاز. إيش حكاية الفيل الصغير؟ كان الفيل الصغير يستحمم ويلعب مع أصدقائه. جميل. وقالت له أمه ألا تبعد كثيرا عن قطيعة الفيل الكبيرة. جميل. قالت له ما يبتعد كثير عن قطيع الفيلة اللي معه، صحيح؟ صح. وبعدين سمع الكلام؟ لا. ايش صار؟ قرر أن يلعب السباق مع أصدقائه الصغيرة. وبعدين أكيد ابتعدوا عن ربعهم، صحيح؟ صح. زين. وبعدين وصل إلى الأشجار. جميل. وارتاح قليلا ويأكل النباتات والأوراق. وبعدين ضيعوه، أكيد اختفى، صحيح؟ صح. وكيف عثروا عليه بعدين ولا ما عثروا عليه؟ ما عثروا عليه. أها. سبب انه ما سمع كلام امه، صحيح؟ صح. جميل. وايش الاستفاده من هذه القصه؟ يجب ان نسمع كلام امنا وابانا والا نبتعد عنهم كثيرا. ممتاز، ممتازه يا جواهر. طيب ايش حكايه النحله الكسوله؟ كانت النحله الكسوله تحب الكسل والنوم والاستراحة، لا تعمل. وقالت لها صديقتها هيا لتعملي، لكنها ما سمعت الكلام، صح؟ صح. وبعدين ايش صار؟ بعدين رحل أصدقاؤها عنها إلى البيت فحزنت. ممتاز. وطبعا ما حصلت شيء تاكله، صحيح؟ صح، لأنها كانت ما تعمل. صح. ممتاز. إيش الاستفادة من هذه القصة؟
يجب أن نسمع كلام ويجب أن نساعدهم ويجب أن نكون أن نعمل أيضا صح ولا نكون كسالى صح؟ أن نعمل. أيوة ممتازة جواهر ممتازة. وزينة والثوب البنفسجي إيش حكايتها ذي بعد؟ ذهبت زينة للمدرسة ورأت فستان بنفسجي جميلا فعجبته وكان غالي الثمن ودفعت مصروفها لتشتري. ممتاز. ولكنها لم تشتري. ما اشترت. ليش ما اشترت؟ أن أمها اشترت لها. أها. لأن أمها اشترت لها ثوب آخر صح؟ صح. ممتازة جواهر ممتازة. أنت تشاركي في المدرسة؟ هيه. تشاركي في إيش بالضبط؟ في الإذاعة؟ هيه. إيش دورك في الإذاعة؟ تقرأ الكلمة ولا قرآن ولا حديث ولا إيش؟ حديث. حديث حافظة حديث؟ هيه. ممكن تسمعني إياه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. رائعة يا جواهر. وأيضا في الإذاعة تقرأين قرآن؟ إيه. أنت حافظ القرآن؟ إيه. إيش بتسمعيني؟ التين والزيتون. ممتاز. سمعيني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ممتازة يا جواهر ممتازة. إيش أمنيتك تصبحين لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة. ليش؟ عشان تعالج الناس؟ إيه. جميل. تتحبين الدكتورات؟ إيه. تروحين المستشفى؟ إيه. جالك شفتي دكتورة في المستشفى؟ إيه. وإيش شفتي بعد؟ طبيب. طبيب. وشفتي ممرضات؟ إيه. تحبين أكثر الممرضات ولا الأطباء؟ ممرضات. آه. إذن أنت تتمنى تصبحي ممرضة ولا طبيبة؟ ممرضة. غيرتي الحين أمنيتك الطبيبة أحسن لك. عموما كلهم خير الممرضات والطبيبات كلهن يعني يؤدن عمل إنساني جميل. وإيش بتعمل عشان تصبحي طبيبة أو ممرضة؟ تذاكري؟ إيه. أنت تذاكرين في البيت؟ إيوة. كيف تذاكرين في البيت؟ حكي لنا يعني متى تذاكري؟ الظهر ولا العصر ولا بالليل؟ متى تذاكري؟ الصبح. الصبح؟ أنت مدرستك المساء ولا الصباح؟ الصباح. أها. ولما ترجع البيت عاد ما تذاكري؟ أذاكر. من يذاكر لك؟ أمي. أمك. يعني تسمع لك الدروس؟ إيوة. جميل. ويشجعوك في البيت؟ إيه. ولما تجيب نتائج حلوة يعطوك هدية؟ إيوة. ممتازة. أنت رائعة يا جواهر. إذا في ختام هذه الحلقة الجميلة معك جواهر عندك حكمة؟ إيوة. سمعني. من جد وجد ومن زرع حصد. ممتازة ممتازة يا جواهر. ممكن تشرحيها؟ إيش يعني من جد وجد؟ يجب أن نشتغل عشان ننجح إذا ما اشتغلنا ما بننجح. الله صحيح. ممتازة يا جواهر. إذا جواهر بنت علي بن جمعة البريكية البالغة من العمر 7 سنوات التلميذة الرائعة بمدرسة القابس الخاصة بصحم. شكرا جزيلا لك. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وشمس الريسية. القارئ الصغير.